بوستات بتاعتنا على السوشيال ميديا شفنونا مع البلد يوكل، دي صفحة البرنامج، وموجود كمان معانا كمان البوست الخاص بالانستجرام بي ان سي ايجيبت. هنشوف أسئلة حضراتكم اللي موجودة عليه. بسم الله، نفتح كده الفيسبوك الأول ونشوف كلامكم الحلو وأسئلتكم اللي موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا دلوقتي يلا على البوست الخاص بصفحة البلد يوكل مع الشيف نونا. عايزة أوريكم بس حاجة، معلش معلش يا جيم، أنا عايزة نقرب كده على الصفحة دي. صفحة البلد يوكل مع الشيف نونا عدد متابعينها 650 ألف متابع، تمام؟ دي الصفحة الأصلية بتاعت البرنامج. أي صفحة تانية أو أي جروب تاني معمول بنفس الاسم ده ما يخصناش. اي صفحه، لان في ملايين الصفحات معموله بنفس الاسم، وسبحان الله بياخدوا نفس الوصفات بنفس الصور، يعني لو غيرنا لسه الصوره دلوقتي تلاقوهم في وقتها راحوا كلهم مغيرين الصوره. دي الصفحه الاصليه للبرنامج، عليها 650 الف متابع. دي الصفحه الاصليه بتاعتنا اللي بينزل عليها الوصفات بتاعتنا مكتوبه، وبينزل عليها صور الوصفات، وبينزل عليها كمان البوستات بتاعت السوشيال ميديا. طيب تعالوا كده نفتح البوست. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ونشوف كلام حبايبنا واسئلتهم بتقول ايه. طيب اول كومنت من نجاة علي بتقول: صباح الفل، نريد تسهيل الاسامي المذكوره في عمل سائل الصابون، واين توجد، وهل من ضمنها البطاس كما يطلقون عليه، مع الشرح للمواد المذكوره، وايه نوع المخاطر او المحاذير. طيب انا مش عارفه يا نجاة، انت لو موجوده في مصر فالمكونات ديت بتتباع في شارع الجيش عند الناس اللي هي بتبيع المنظفات بالجمله، بتبيع المنظفات بالجمله، او في المناطق الشعبيه عند الناس اللي هي بتبيع المستلزمات، المواد اللي هي المنزليه للصابون والكلام ده كله، بس يكونوا برضو بالجمله، عشان في ناس كتير بتبيع بالقطاعي وما بيكونش موجود عندها. طيب النوع المخاطر او المحاذير، بصي دي كيماويات، كلها كيماويات، فما ينفعش وانا لما عملت الصابون قدامكم انا كنت لابسه كمامه، علشان البطاس دوت لما بيتحط في الميه ويبدا يتدوب بيبدا يطلع بخار، البخار دوت لو اي حد شمه وهو مش حاطط كمامه لا قدر الله، لو عنده مشكله في الجهاز التنفسي ممكن ان هو او عنده حساسيه ممكن ان هو يسبب له انسداد في الجهاز التنفسي. فاحنا بنحاول بقدر الامكان نبقى لابسين كمامه، نشتغل واحنا وشنا ما يبقاش مقرب من الطبق اللي طالع منه الهب بتاع البطاس. دي حاجه. تاني حاجه، ما يبقاش معانا اطفال، لان دي كلها مواد كيماويه، تبقي لابسه جوانتيات في ايديكي علشان يطلع الحاجه معاكي من غير اي مخاطر. يسر ابراهيم بتقول لي: صباح الفل يا شفنونه، ممكن طريقه تخزين ورق العنب سهله وسريعه، وشكرا على كل حاجه، عيوني الاثنين. حاضر، صباح الفل عليك يا يسر. اسهل طريقه لتخزين ورق العنب من السنه للسنه ان هو ما يطلهوش ميه خالص، ما يجيش عليه نقطه ميه. طب نغسله ازاي؟ انا مش عايزاكي تغسليه، امال هنشيله كده بالتيم بتاعه بالبهدله بتاعته وكل دوت. كل اللي عايزاكي تجيبيه من عند الخضري، بس يكون ورق العنب اللي هو البناتي، ما يبقاش ورق التوت، وتبداي ان انت تمسكي العنقود بتاعه وتمسكي فوطه نظيفه من بتوع المطبخ تكون نظيفه وزي الفل، وتبداي تمسكي ورقه ورقه تمسحيها من الناحيتين وترصي على بعض، ترصي على بعض، ترصي على بعضه، وهو زي الفل. كل حبه تروحي برماهم وماسكه كيس ثلاجه او استريتش برماهم بيه، لو مش هتستخدمي الاستريتش يبقى امسكي كيس ثلاجه افتحيه وبرمي بيه، وبعد كده السكوتش اللي هو البلاستر العريض ده اقفلي كويس. كل واحدة يعني كل حبة في لفة، وبعد كده روحي ماسكة كيس ثلاجة مقفول، حطي فيه كذا رول من دول، أربعة بقى خمسة على حسب استخدامك، وكيس كمان حطي فيه حبة من العنقود بتاع ورق العنب. بس إيه ده، هو كده يتشال ويتفرز من السنة للسنة؟ تطلعيه تسيبيه 10 دقايق تفكيه، الورقة طرية وأكنك لسه جايباه طازة. بتبدأي تعمليه بقى، بتسلقيه زي الطريقة المعتادة اللي هي حبة مية وفيها حبة كمون وعصرة ليمونة كده أو حبة دبس رمان، وابدأي إن أنت اديله تغيير اللون بتاعته. تطلعيه تبدأي تشطفيه، ابدأي احشي زي الفل، أكنك لسه جايباه من السنة للسنة ما يتغيرش. زهرة البستان: ازيك يا أجمل شيف، ممكن تعملي خلطة البلوبيف بدون هانك واقتصادية وكمان الأنشوجة، وشكرا ليكي جدا. طيب زهرة البستان، هو خلط البلوبيف مش محتاج هانك، الهانك ده اللي هو السجق الشرقي،
فبنجيب الهانك دوت علشان نحشيه لحمه مفرومه. لكن السجق اللي احنا البلوبيف اللي احنا بنعمله اللي هو القوالب ده احنا لسه عاملينه ونتيجته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممتازه، وناس كتير جدا 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 جربوه بالطريقه اللي احنا عملناه بيها وطلع معاهم زي الفل. فالبلوبيف غير اللي بنستخدم له الهانك. على راسي ابو يحيى محمد، تقى الباز، ما نحرمش منك تسلميلي. شيماء فوزي، صباح الخير على احلى شيف في الدنيا، عايزه طريقه عمل قدره قادر تكون بسيطه وسهله. اكتبي عندك يا رغده، ممكن نعملها ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء. يوم الاربعاء نعمل قدره قادر بطريقه سهله ومضمونه جدا. منى وليد، احلى شيف منى القمريه، عاوزه طريقه للفراخ بعد ما اسلقها احطها في الفرن احط عليها ايه يخليها شبه المشويه؟ عيوني الاثنين. طيب نيجي قبل ما نحطها في الفرن عشان تبقى زي المشويه، نيجي الاول لطريقه السلق بتاعتها. عايزاكي اهم حاجه الفرخه تكون نظيفه، نظفيها من جوه. القفص الصدري بتاع الفرخه بيبقى فيه حاجه زي الفشه كده تشيليها علشان دي بتزفر. الجناح تقطعي الحته اللي هي الرفنعه اللي من هنا دي عشان دي برضو بتزفر الفرخه، تمام؟ وزي الفل، وغسلتيها على الناشف بدقيق كويس او سيبيها نص ساعه وبعد كده شوفيها تحت الحنفيه كويس. بعد ما شطفتيها كويس املي بوله كبيره او طبق بلاستيك كبير كده يكون فيه ميه وملح وسيبيها فيها نص ساعه او ساعه الا ربع. علشان ايه بنعمل كده؟ علشان لما تيجي تسويها او تسلقيها او تشويها او حتى تحمريها العظم من جوه ما يبقاش فيه دم، تيجي تفتح الفرخه وانت بتاكليها العظم ما يبقاش مزرق ما يبقاش فيه دم. طب دوت يعني نشيله ازاي؟ من نقعه الفراخ في الميه وملح، نقعتيها نص ساعه او ساعه في الميه وملح، ترجعي بعد كده تشوفيها وتصفيها، صفيتيها تمام وزي الفل. اجي بقى علشان اسلقها، الموضوع مش موضوع حبه ميه ومعاهم جزرايه وطماطمايه وبصلايه، انا ما بحطش في السلق بصل خالص ولا لحمه ولا فراخ. طب بتسلقي الفراخ ازاي وتطلع الشوربه بتاعتها في منتهى الجمال وريحتها تجيب اخر الدنيا؟ بصي يا ست الكل، بجيب الاول الفرخه بعد ما خلاص غسلتها ونقعتها في ميه وملح عشان تبقى زي الفل وتستوي معايا اسهل واسرع كمان. بجيب بصلايه مبصوره صغننه مبصوره صغننه خالص كده وبحط عليها ملح وفلفل اسود وبدعكهم كويس قوي مع بعض واروح تعكى بيهم الفرخه، تمام؟ تمام. اجيب حل على النار واحط فيها حبه سمنه صغيرين خالص ما يسكروش، يتقطحوا اروح حاطه فيهم الفرخه او الفرختين، اديهم صدمه من جميع النواحي عشان اقفل المسام بتاعه الفرخه ما يبقاش فيها اي دم او اي حاجه. قفلت المسام بتاعه الفرخه من الصدمه، ارجع اكون محضره ميه مغليه. وقبل ما احط الميه المغليه بحط ايه؟ بحط طماطميه مكعبات، بحط جزرايه شرايح، بحط لورا بودر وحبهان بودر ومكعبين مرقه. احط ليه مكعبين مرقه؟ ما هي اصلا الفرخه احنا بنعملها عشان ناخد منها المرقه، بيعلوا التيست قوي قوي قوي، مش عايزاها وما بتحبهاش ما تحطهمش، ما عنديش اي مشكله. جزر، طماطم، لورا بودر، حبهان بودر. عايزه تحطي المكعبات المرقه حطي، مش عايزه انت حره. شوحيهم كلهم مع بعض وروحي واخده الميه المغليه تسقطيها عليها وسيبيها تاني، ولا تلاقي بيطلع ريم ولا تلاقي ريحه زفاره وريحه الشوربه اللهم بارك تجيب لك اخر الدنيا. خلاص اتسلقت وتمام وزي الفل. قبل ما تستوي بشويه يعني ثلاث ارباع سوا كده روحي ماسكاها حطها في مصفى وتصفيها. عايزه تقطعيها اربعه ما عنديش مشكله، الموضوع دوت يمشي على الوراك بس، لو انت بتستخدمي وراك بس ما بتستخدميش فرخه كامله برده ما عنديش مشكله. بتبداي تحطيها في مصفى تصفي الميه اللي فيها كلها، وتجيبي بعد كده بوله تحطي فيها ايه يا ست الكل؟ عندك كاتشب ماشي، ما عندكيش كاتشب تروحي جايبه صلصه طماطم اللي هي البوليه دي، معلقتين او كيس اللي هو بيتباع بجنيه او جنيه ونص ده، وتروحي فاتحاه وحاطه عليه معلقتين عسل اسود وشويه بابريكا وحبه ملح وفلفل اسود، مش عايزه اكتر من كده. فكيهم شويه بشويه ميه سخنه كده صغننين خالص، او هم لو فاكين ما تحطيش ميه سخنه، وفكيهم مع بعض كده واخلطيهم كويس، وتروحي دهنه بيهم الفراخ وحطيها في الفرن. مش قادره اقول لك ريحه وطعم وشكل في منتهى الجمال. عايزه اقول لك لو جربتيها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي من اول السلق لحد ما تحطيها في الفرن مش هتجربي غيرها ان شاء الله. طيب نشوف باقي الاسئله. احمد عبده، الله يسعد قلبك يا رب او يسعد قلبك تسلميلي. محمد مسعد، تسلم لي على راسي. ذكاء اسامه، ممكن طريقه الخوخ كومبوت؟ عينيا الاثنين، حاضر، حاطينه في السكريبت بتاع الاسبوع الجاي عيوني الاثنين. ميرو رضا، ممكن طريقه عمل مربى المشمش لو عايزه احتفظ بيها في الفريزر هل ينفع؟ طبعا ينفع طريقه اعمال طريقه مربى المشمش. هقولها لكم حالا بس بعد ما ناخد تليفون ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد، عامله ايه؟ بخير والله الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. الحمد لله يا ستي. نور الشاشه. نورك يا قلبي تسلمي لي، الدنيا كلها منوره بيكي ما نحرمش مني. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. معلش عايزه رقم بيسي ميكس بس مش عارفه اوصل له. عينيا الاثنين، رغده هتديهولك حالا.
عينيا الاثنين يا ام محمد، نورتيني. واستني لاخر الحلقه عشان يعني عامله لكم النهارده مفاجاه حلوه قوي من ريجينكس. ندى عزوز، انا بحبك قوي والكريم هايل هايل، انا استعملته غير لي حياتي كلها انا وماما، وانا بحبك قوي حبيبتي. على راسي على راسي، يديك الخير كله يا رب. سلوى الودلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا على مجهودك وتعبك. على راسي. ريم يوسف، عيد ميلادي يوم الاربعاء، هعملهم ان شاء الله. يا حبيبتي صحتين وعافيه على قلبك، وتسلم ايدك مقدما. اعمليهم وصوريهم وبعتهم لي على رسائل صفحتي، شيف نون عربي وانجليزي. ام محمد علاء، انت انسانه بسيطه وجميله وانا بتابع حضرتك دلوقتي، على راسي متابعتك يا ام محمد. ياسين محمد، حبيبتي الغاليه انا بحبك جدا والله، ربنا يديك الصحه، عايزه تتبيله سهله للجمبري. عيوني الاثنين. بصي بقى الجمبري، هو حضرتك مش محدده طبعا اذا كنت عايزاه صينيه ولا عايزاه هيتقلي. في كل الاحوال انا بتبل الجمبري قبل ما يتشوي، قبل ما يتقلي، قبل ما يتعمل طاجن. طب بتبله بايه؟ بالتتبيله اللي هي بتاعت امهاتنا، بس بزود عليها تكايه كده بسيطه. طيب بتعملي ايه؟ بجيب الكبه او الهون ايا كان اللي هتستخدميه، بحط توم، بحط فلفل، وبحط ملح وكمون وعصير ليمون، وزودي سنه خل بسيطه مع حبه كركم. ويا سلام بقى لو حبه كزبره ناشفه، انت كده نقلتي التتبيله لحته تانية خالص ملهاش علاقه باللي انت عملتيه قبل كده. خليتي ده كله كويس قوي مع بعضه، تبلي بيه الجمبري واركنيه. بس قبل التتبيله لازم نكون غسلينه كويس، متشال كيس الرمل، منقوع في ميه شويه كتير، ويتغسل كذا مره، الميه بتاعته تتغير. وبعد الميه بتاعته ما تتغير وشلنا كيس الرمل وتمام وزي الفل، اروح حطاه في مصفى، وقبل ما احط التتبيله عليه ليمونتين كبار كده، واعصرهم على الجمبري واقلبه علشان ينزل اي زفاره. مش عايزاكي تبقي شامه ومناخيرك دي ما تكونش شامه غير ريحه ليمون وبس، وريحه جمبري فريش في منتهى الجمال. ارجع بعد كده اكون عملت التتبيله، ارجع اقولها تاني. توم وفلفل وعصير ليمون وكمون وشويه ملح، واحط شويه كزبره ناشفه مع حبه كركم. كل دوت تدخلي تتضرب كله مع بعضه في سنه خل، وقلبي بيه الجمبري. هو كده جاهز عندك. هتبداي تقليه، عفري في دقيق واقليه. هتبداي ان انت تعمليه صينيه، ابداي حطيه اديله صدمه الاول مع فص توم وقرن فلفل حامي احمر مع شويه زيت وقلبيه. هتعمليه بالزبده، ده بقى حاجه تانية خالص، بتكتري الزبده شويه وبتحطيها على النار يا دوب بس ان هي تسخن مش تتقدح، وانزلي قلبي فيها الجمبري. عايزه الزبده تتقدح وهو الجمبري فيها، يعني مش عايزاها هي تسخن الاول وبعد كده تنزلي الجمبري، لا عايزاها يا دوب ان هي تسيح تنزلي فيها بالجمبري بنفس التتبيله اللي قلت لك عليها، وقلبي بقى. قلبي بس، انا يا دوب يتغير اللون بتاعه كده، واديله دقيقتين ثلاثه كمان وشيليه. تطقيمه في منتهى الجمال. الجمبري طول ما هو بيتعمل ما تطوليش المده بتاعته على النار. لو المده طالت على النار هتيجي تاكليه سواء مقشر سواء بقشره سواء عامله له صوص سواء مقلي، هتاكليه هتلاقيه عامل زي الكاوتش، حاجه كده بتشد معاكي، ولا فيها طعم جمبري ولا تستمتعي بطعمها خالص. طيب التسويه الصح للجمبري ايه؟ ان هو بيقعد على النار بكتير قوي من 5 لـ7 دقائق، اكتر من كده مفيش. اتغير اللون بتاعه احسبي على الساعه. 5 دقائق تاكلي كده حته جمبريايه جوسي كده بتدف في البق، احلى تسويه للجمبري واحلى تتبيله ان شاء الله. طيب عندنا ايه كمان؟ هاجر رضا، صباح الهنا عليكي يا قلبي ما انحرمش منك. فاطمه ناصر، حضرتك جيت اعمل متابعه للصفحه قال لي ما ينفعش عشان عديت الحد الاقصى وانا بحب حضرتك قوي. اي صفحه ما ينفعش تعمل لها متابعه؟ يعني ما بيكتب لهاش كده اكيد، صفحه تانية او جروب مش عارفه، بس الصفحه بتاعتنا اللي بتاعت البرنامج دي استحاله، ما حضرتك بتكلميني عليها. ما فيهاش عدد، ان شاء الله تبقى بالملايين، فلما تيجي تعملي متابعه لاي صفحه استحاله يقول لك حاجه زي كده. وبشر الصابرين، صباح الخير. طريقه تتبيله الفراخ المشويه، طيب احلى تتبيله للفراخ المشويه اللي بنحط لها فيها خلنجان. ايه هو الخلنجان ده؟ عباره عن نوع من التوابل بتجيبها من عند العطار. اهم حاجه اوعي 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 يقول لك مفيش خلنجان بودر، تغلطي غلطه عمرك وتجيبيه اللي هو السليم اللي عامل زي شبه رجل الاسد كده، بيبقى خشن قوي وجامد، تيجي تعمليه في المطحنه لا قدر الله ممكن يفصل لك المطحنه، فلازم يتجاب البودر. طيب الخلنجان ده بيعمل ايه؟ بتحطيه في التتبيله مش محتاجه اكتر من ربع ساعه لنص ساعه، مش عايزه اكتر من كده، وممكن كمان 10 دقائق. طب هو بيعمل ايه؟ بيسرع عمليه التسويه بتاعت الفراخ، بيحسسك ان التتبيله بتاعت الفراخ انت نقعاها فيها بقالك يومين ثلاثه،
كل ده الخلنجان بيعمله؟ اه. طب هو للفراخ بس؟ لا، للحمه كمان. ده اللي انا جربته مؤخرا ان هو للحمه كمان. طيب بعمل ايه بقى في تتبيله الفراخ؟ كل اللي محتاجاه من حضرتك خلاط، اضربي فيه طماطم مع فلفل مع عصير ليمون مع بصلايه صغيره والملح بتاعك، وحطي فلفل اسود وحطي شويه كمون وحطي سنه من الخل وحطي الخلنجان البودر، اضربي ده كله مع بعض وارجعي بعد كده صفيه. بعد ما تصفيه حطي عليها 3 معالق عسل اسود وقلبي مع بعض كده واظبطي الملح. الملح حد هيقول لي العسل الاسود هيبقى الفراخ محلونه، لا ما انا عايزاكي تظبطي الملح. الملح والتوابل اللي احنا حاطينها بيبقى فيه تعادل بينهم مع العسل الاسود، فما بيتخليهاش ولا حلوه قوي ولا حادقه قوي، تبقى المعادله مظبوطه. ارجعي بعد كده تمسكي الفرخه، الخليط يكون تقيل والعسل الاسود يكون تقيل، ما تخففيش قوي، ما تحطيش ميه في الخلاط وانت تضربي، استكفي بس بالعصير الطماطم، ممكن عايزه تضربي بالعسل ما فيهاش اي مشكله، لكن ما تحطيليش ميه عشان الخليط يبقى تقيل. تمسكي الفراخ تتبليها من بره ومن جوه وسيبيها في التتبيله 10 دقائق، عندك وقت ربع ساعه، عندك وقت اكتر يبقى نص ساعه، حطيها في الفرن على درجه حراره 200، نص ساعه بالكتير وتاكلي احلى واطعم فراخ مشويه دايبه. عارفه يعني ايه دايبه؟ ولا تلاقي الصدر بتاعها ناشف ولا الكلام ده كله. بس ارجع واقول قبل ما تتبلي الفراخ لازم ننقع الفراخ في ميه وملح علشان العظم من جوه ما يبقاش مزرق ولا يبقى فيه دم، عشان تاخدي حته فرخه دايبه وفي منتهى الجمال. دي طريقه الفراخ المشويه. بسم الله. ابراهيم فرعون، صباح الخير امي، من امي من عشائك، هي عايزه كريم البشره عيوني الاثنين. حاضر، اكيد حضرتك او حضر او هي او ست الكل بتتفرج علينا دلوقتي، اما ارجع من الفاصل هقول عرض حلو قوي واتمنى ان هي تستفاد بيه النهارده، هيفيدها كتير قوي، عرض الصيف. ندى مصطفى، صباح الفل يا شيف نونا، ممكن تقولي على ماسك لتفتيح البشره سهل وسريع؟ طيب ماسك لتفتيح البشره سهل وسريع، احنا اتكلمنا قبل كده وهنا عملنا ماسك التقشير، اهم حاجه الاول نعمل ماسك التقشير، هقول لكم على مكوناته دلوقتي وبنعمل فيه ايه، بس بعد ما اخد تليفون واقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ست الكل؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازيك يا هدى، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي، ازيك انت؟ انا بخير طول ما انت بخير يا ست الناس، عامله ايه؟ أنا الحمد لله نحمد ربنا. أموريني. أنا كنت كلمتك قبل كده فلقيتك ذوق قوي 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 حبيبتي، فأنا طالبة أصبح عليكي وأقول لك يعني ربنا يدومها عليكي نعمة يا رب، اللهم ويبارك لك، وأنت أخلاق جدا جدا على راسي، وبحب قوي 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 لما بتقولي اللهم صل على النبي وبتسمي وكده، بحاجة جميلة جميلة جميلة، ذكر النبي ورب وذكر ربنا واحنا شغالين بيبقى فيه بركة في الحاجة، بتبسطني قوي حضرتك بتعملي كده. تسلمي لي، الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي. الله يخليكي يا حبيبة قلبي، صباحك فل وهنا، صباحك هنا وسعادة ورضا يا رب من الرحمن، ربنا يرضيكي ويرضيكي دايما يا رب، نورتيني. كنا بنتكلم على ماسك تفتيح للبشرة سهل وسريع، نتكلم عن الماسك ونطلع فاصل، عينيا الاثنين حاضر. الماسك اول حاجه اهم حاجه البشره بتاعتنا تكون نظيفه، ثاني حاجه ما نحط الصابون على وشنا، ما نحط الصابون ما نحط الصابون ما نحط الصابون، احنا كده بندمر بشرتنا بحاطه الصابون عليها. نعمل اي غسول يا ست؟ ما فيش اي غسول، ما فيش في الامكانيات ان انت تجيبي غسول، استخدمي ميه دافيه ميه فاتره بس، ما تحطيش اي صابون على وشك. طيب ارجع واقول ايه اعمل ايه، عايزه ماسك تقشير الاول وفي حاجه اسمها سكراب وبعد كده اخر حاجه ماسك التفتيح. طيب اول حاجه السكراب اللي بنعمله ايه علشان ان احنا نشيل الجلد الميت اللي على الوش الاول، كل اللي محتاجه من حضرتك معلقتين من السكر على معلقه من العسل، او معلقتين من السكر على معلقه من البن، البن اللي احنا بنعمل بيه القهوه، تقلبيهم مع بعض مع لو بشرتك حساسه ما تحطيش عصره الليمون، لو بشرتك مش حساسه عصره ليمون بسيطه كده وقلبيهم مع بعض واعملي سكراب للوش. طيب لو بشرتي حساسه مع القهوه والسكر احط ايه؟ حبه زيت زيتون، وخلطيهم كويس قوي مع بعض، ومش عايزاكوا تكحتوا، مفيش حاجه اسمها السكر ده مهما كان برضو حاجه خشنه، ما ينفعش ان انا احط وافضل اكحت اكحت، مفيش الكلام ده، بالراحه بالراحه نشتغل بالراحه كده، نشتغل بالراحه كده، هتلاقوا الدنيا بقت تمام وزي الفل. لو ما عندكيش زيت زيتون حط زيت جوز هند، حط زيت جونسون اللي هو بتاع الاطفال، كل دوت زي الفل. طيب عملنا السكراب وغسلنا وشنا وتمام، انت مجرد ما تعملي بالسكراب هتحسي في اختلاف في الوش، ارجع بعد كده هتلاقي وشك اصلا من الزيت اللي احنا حاطينه مدي لمعه ومدي طراوه. طيب عملنا السكراب، نيجي بقى دلوقتي ده في يوم مش ثلاثه ورا بعض، ده في يوم، نيجي ثاني يوم بقى عايزين نعمل ماسك تقشير. طيب ماسك التقشير ده عباره عن ايه؟ بجيب حبه من البن وعليهم صفار بيضايه، بقلبهم كويس قوي مع بعض، ومعاهم معلقه صغيره من الزيتون، بدوبهم في شويه ميه سخنه واقلب الخليط كله مع بعض، يبقى الخليط
دايب خالص، خلي الجيلاتين يدوب بره في ميه سخنه عشان ما يبقاش محبب معاك، وبعد كده تمسكيه تدهني بيه الوش وتسيبيه من 10 دقائق لربع ساعه على حسب الجو، بس طبعا عشان الحر اللي احنا فيه ممكن ياخد معاكي وقت زياده. مجرد ما ينشف هتبداي تشيليه طبقه كده، بتتشال بقشره كده زي ما انا ما عملته في ايديا ووريتكم شلته ازاي. طيب اجي بقى دلوقتي الماسك التفتيح، انت عايزه ماسك تفتيح فيه مكونات كتير قوي طبيعيه من البيت، اسهلهم وابسطهم اعملي معلقتين من النشا على معلقه من الزبادي ومعلقه عسل نحل، اضربيهم كويس جدا مع بعض، حطيه على وشك من 10 دقائق لربع ساعه، وارجعي بعد كده اشطفيه هيطلع معاكي زي الفل. اهم من ده كله بقى الكريم المرطب، اهم من ده كله الكريم المرطب علشان دايما تبقى بشرتك مترطبه وزي الفل.